والعصر إن الإنسان لفي خسر ملي كيتلاقاو تيتلاقى الصحابي مع الصحابي تيسالي غيمشي غيمشي بحالو تيقول ليه هو العصر إن الإنسان حدي راسك حدي راسك ما تخسرش حياتك حدي راسك ما تخسرش أيامك والعصر إن الإنسان لفي خسر وشوف هذا التعميم وهذا الإطلاق إن الإنسان لفي خسر الإنسان معظمه خاسر معظم الناس في خسر في خسارة عايش في الخسارة وغنهضروا على مفهوم الخسارة ومفهوم الربح عند الناس ومفهوم الخسارة ومفهوم الربح في محكم التنزيل لأن هذا يتفاوت المعاني ديال الألفاظ والدلالات ديال الكلمات تختلف تقدر تهضر مع شي واحد في الخسارة غيعطيك خسارة بمفهوم آخر بمفهوم مادي بمفهوم دنيا بمفهوم مالي بمفهوم تجاري كاين واحد اخر عنده واحد تصور آخر للخسارة خسارة عنده إلا ضاعت منه ساعة أو جوج سوايع أو ثلاثة سوايع وما استفدش منها شي حاجة اللي هي تنفعه في آخرته مفهوم الخسارة يختلف عامر بن عبد قيس وكان من الزهاد ومن التابعين رحمه الله وقد أثنى عليه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قال له رجل يا عامر كلمني سنة بغيت نهضر معاك قال له رحمه الله أوقف الشمس حبس الشمس ما تحركش باش ما يدوزش عليا الوقت وغنوقف نهضر معك قالوا أجي نهضر واحد شوية وقف معايا نهضرش معك شوية قال لي أوقف الشمس سبد فوشت مرس بدت فوشت وقباشا كيش بالدغ يعني الوقت عندهم كانت يعني شي حاجة الوقت في أصله هو الإنسان حنا اللي رحنا هنا شكون حنا إنما نحن أيام كما قال الحسن البصري رحمه الله ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ترى أيامات مجموعة كاين مر 40 سنة مر 50 سنة مر 60 مر 70 مر 30 مر 20 أنت مجموعة من الأيام وقتاش ما مشى نهار نقص منك شي حاجة مشات منك شي حاجة طاح منك شي طرف إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك شحال ما مشى منها يمشي واحد الجزء منك.